ليكي خلينا نتفق، من هلأ ورايح رح نسكر عيوننا، تمام؟ وانت كمان؟ لا. ليش بقى؟ لأنه في عنده شغل كتير حبيبتي. بصراحة لسه في معي شوية وقت، وبعدين بنت عمي زيارة عنا، ما فيني اتركها وروح هيك. معناتها نحن رح نصير دائما ننام هيك مع بعض. ابن عمي قليلي، اللي انت بتحب شي؟ قصدك انت؟ قصدي على اختي ريحان. برأيي الأميرة الفضولية صار لازم تنام، وقال يكون بعلمك كراز ما رح تطيب بنوب. بس ما في بس، يلا لشوف، غمضي عيونك.